البلدية هي مسؤولة عن إدارة جمع النفايات الصلبة بكل عناصرها، هون طبعا بقصد عن تكنيس الشوارع، تفريغ الحاويات النفايات في الشوارع. بشكل يومي احنا طواقم بلدية رام الله ومعداتها سياراتها سيارات جمع النفايات بتكون بجمع النفايات من الحاويات الموزعة في جميع أحياء المدينة، بتم تفريغها وإرسالها لمحطة ترحيل النفايات. وتعبأ فيها وبتروح على مكب النفايات جيم لوزارة الفنجان، وهذا عامل مشكلة للمكب في جيم، لأنه هذا المكب بالأصل هو انعمل ل 200 ألف ساكن في المحافظة، فأصبح أكثر من مليون يكب فيه. يعني انا وانا مهود من بيت انا مفكر الدنيا هذا كلها قاطعه الكهرباء من كثر ما بكت الغيوم يعني من المكب. احنا نتحدث عن تلوث هوائي، تلوث التربه، تلوث الماء، تلوث مباشر، فيها تكاثر البكتيريا والفيروسات واللي ممكن يحملها الهواء ويستنشقها الناس وبالتالي يصيبهم امراض مباشره. يعني كنا احنا نيجي مثلا احنا وعيالنا وشغلات زي هيك نقعد نشم الهواء وشغلات زي هيك، اليوم هذا الحكي معدوم. ليش؟ لان اليوم اذا بدك تيجي تغسل ايديك بتلاقي الذبان، بتلاقي الوسخ. جينا مره هنا بنشوي اجى الذبان على ابني، لحد اليوم بعالج فيه، لحد اليوم بعالج فيه من وجهه دائما. يعني اوريك وجهها عده محلات من هذه الذبانه، شو سببها؟ يعني بدك تقول لي من الهواء النقي اللي احنا قاعد بنشم فيه؟ صحيح في دخنة خفيفة بس قمنا بالسيطرة عليه، وشو بيطلع نار جديدة بنرجع وبنطفيها من أول أبو جديد. فرز وتدوير النفايات هذا موضوع مش بسيط، يعني بيتطلب تضافر جهود عدة مؤسسات، بلديات، قطاع خاص. احنا يعني بنقوم بفرز ما اللي بنقدر عليه من المكب هذا، من بلاستيك، من حديد، من الى اخره من الشغلات هذه. الامكانيات ضعيفه، ما صحيح في عندنا باقر، عندنا طرق ميه، عندنا ما بعرف ايش، بس بتظل امكانيات ضعيفه. تامين مصادر اللي تاخذ الكرتون، مصادر اللي تاخذ البلاستيك، مصادر هذا لازم يتم تامينه من قبل يعني جماعات فلسطينيه او مستثمرين فلسطينيين. ما في مصانع تستوعب كل ما يتم فرزه من بلاستيك او زجاج او كرتون او غيره او حديد، وبالتالي يعني اصبح المشروع فاشل مش من الفرز، ناتج عن الفرز، انما ناتج عن عدم القدره على التصريف المفرط.
لابد من وجود 3 مكبات لمنطقة الشمال والوسط والجنوب. الشمال صار في مكب له اسمه مكب ذات الفنجان، وفي الجنوب صار في مكب المنيا. للأسف المكب المتعثر هو مكب الوسط اللي هو المكب المفروض يرمون في محافظة رام الله والبيرة. وزارة الصحة أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة بوضع الاستراتيجيات بمراقبة ومتابعة النتائج الأمراض التي قد تنتج عن ذلك مع المكبات العشوائية، أن تساعد وتطلب باتجاه أن تقام المكبات الصحية